تعرف عديد المدارس في بلدية عامة شللا في إطعام التلاميذ، وذلك لمدة راوحت الشهر، ناهيك عن الوجبات الباردة التي كانت تقدم في بداية السنة للتلاميذ، كما هو الوضع بمدرسة الإخوة بحافصة. التفاصيل في ميكروفون مراسلنا مصطفى دحاوي. وجبات ساخنة ولا حوايج زعما ما كانش كاع ولاد وراهم في واحد السيمانتين ولا ما راهمش يعطوهم كاع، ما كان حتى الاخر تكاليف ما خلصوهمش الاولياء، خلصنا كاع التكاليف وكاع الواجبات اللي كانوا يليقوا يديروهم الاولياء داروهم للمدرسة، لكن المدرسة نشوف باللي ما راهش زعما دير غياب نهائي توتالمون كاع. فعلا إشكالية الإطعام المدرسي إشكالية على مستوى بلدية نعمة تحديدا، يعني توجد ثلاث مدارس ابتدائيه بدون اطعام مدرسي منذ اكثر شهر تحديدا. تسالنا في القضيه انه وجدنا كذلك قضيه الاتفاقيه مع البلديه، ان اخر فصل 2016 لم تمضى الاتفاقيه مع اي ممول، وبقيت الاتفاق هكذا حيث اننا نعاني كثيرا خاصه اطفال البدو المتمدرسين. في خصوص تسيير المطاعم، كان السيد مدير التربيه يتنقل شخصيا لمجموع النقاط خاصة في المناطق النائية ويحرص شخصيا على تقديم الوجبات الساخنة. هناك بعض التذبذبات وهي قليلة جدا ونحن في صدد القضاء عليها، وناتجة دائما عن المشاكل الإدارية في العلاقات الجامعات المحلية مع الممولين، وكذلك ناتجة عن نقص العمال في بعض المطاعم، علما ان المطاعم المدرسيه تسير من طرف المجالس المحليه. رغم ذلك السيد مدير التربيه بالتنسيق مع السلطات المحليه نحن في صدد القضاء عليها نهائيا، وهي في نهايه